أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. سنذهب هذه المرة إلى كنز اليمن الموجود جزيرة سقطرى من خلال المراجع والمصادر التاريخية القديمة التي تناولت سقطرى في اليمن جنوب الجزيرة العربية. تعتبر أحد الجزر التي ألفت الكيانات الاجتماعية والعرقية والاقتصادية والسياسية للجمهورية اليمنية، وهي من العصور الغابرة، أي منذ تواجد أول نواة للغة الحميرية على واقع الحياة في سقطرى. قد كان هذا التواجد قبل الميلاد بألف سنة بحسب المرويات التاريخية وبحسب ما ذكره الباحث اللغوي انطوان لوني. نواة السكان الأوائل في جزيرة سقطرى يمنيين حميريين، وقامت هذه الجزيرة العربية قبل 3000 عام. وتؤكد المصادر المصرية الفرعونية بأن الإبحار إلى جزيرة ما كان يسمى بيانش أي سقطرى كان الألف الثاني قبل الميلاد، أي في عام 1439 قبل الميلاد. وسقطرى جزيرة معروفة من العهود القديمة بين الحياة البحرية بين الحياة البرية التي تعود بحسب المرويات التاريخية لألف سنة قبل الميلاد. تشير أيضا إلى تواجد أشجار نادرة مثل اللبان، مثل المر، مثل دم الأخوين، كما تشير إلى تواجد البخور والصبر في الجزيرة الذي أسماها بانج أي بانش بحسب تلك الأساطير والقصص التي ألصقها الفراعنة، وسموها بنش أي بانج أي أرض الله الطيبة حسب إجماع المؤرخين الكلاسيكيين من أمثال ثيوفرايوتش الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وهو مؤلف كتاب الطواف، وأيضا ديودورس الصقلي الذي عاش في القرن الأول للميلاد وغيرهم من المؤرخين. ويذكر المؤرخ حمزة علي لقمان في كتاب الجزر اليمنية أن الحكم كان يشمل القسم المهري الحالي من حضرموت وجزيرة سقطرى وتوابعها والظفار وجزيرة أيضا جزر كوريا موريا والسواحل العمانية المواجهة لهذه الجزيرة. هذا الإشارة وهذا العديد من الإشارات المهمة جدا لتاريخ هذه الجزيرة، من بينها إشارة الملاح اليوناني بليني بأن جزر كوريا موريا كانت جزء من مملكة حضرموت، وأن السفن التي كانت شراعية كانت تذهب إلى سرابيس إلى جزيرة مصيرة من قانا وهي ميناء في بير علي في شبوة من مناطق الجزر اليمنية. في سنة 1864 قامت بريطانيا باحتلال جزيرة ميون وما كان يعرف قديما بريم، وفي نفس العام قزت جزيرة سقطرى وأجبرت السلطان بن عفرير على التوقيع على معاهدة كانت في تلك الفترة تسمح لبريطانيا باستعمار الجزيرة، وهذا جاء ذكره في كتاب للدكتور محمود السالمي أستاذ التاريخ في جامعة عدن، وأيضا ذكر أيضا في ما ذكره المؤرخ حمزة علي لقمان من الغزو على جزيرة سقطرى. وأشار أيضا إلى نقطة مهمة جدا أن سلطان مسقط وعمان سعيد بن سلطان استولى على جزيرة كوريا موريا مغتنما فرصة المتاعب التي صادفت المهريين بعد الاحتلال البريطاني لسقطرى. وفي عام 1845 عقدت بريطانيا مع سلطان مسقط واتفاقية هدنة سلم موجبها الجزر إلى بريطانيا وتم وضعها تحت إدارة عدن. وقد أورد المؤرخ حمزة لقمان في كتاب الجزر اليمنية أن من الذين حضروا توقيع تلك الاتفاقية ما كان يعرف بالكابتن ستيفن، وأيضا شخص آخر كان يسمى فيرمينتل وهما شخصيات بريطانية، وأيضا جونو. ويقول أيضا المؤرخ محمد عبد القادر بافقي في كتابه اليمن القديم أن البوسعيدي قد انتزع سلاطين عمان من ظفار من حضرموت في العام حوالي 1315 هجريا أي من 120 سنة. أما الرحالة البريطاني المعروف ثيو دوربنت الذي زار سقطرى في العام 1897 قد أكد بأنه وجد نقشا حميريا على صخرة غرب جزيرة سقطرى، كما أشار الرحال الأثري البريطاني إلى العديد من علامات التملك التي كانت حاضرة في تلك النقوش والتي يعود أصلها إلى خط المسند الحميري. وأيضا أشار إلى وجود بين عوامل الشبه المهمة جدا لتلك النقوش بحروف المسند التي تلقاها اليمنيون خلفا عن سلف. هذه النقوش الحميرية التي عثر عليها الأثري البريطاني في غرب سقطرى دليل مهم جدا وبرهان على أصالة سكان سقطرى بنسبهم اليمني الحميري القديم، وأن ما عثر عليه يعتبر تأكيد مهم جدا.
للمؤرخين الذين عاشوا قبله وأشاروا إلى تلك الهوية اليمنية لسكان جزيرة سقطرى. الجذور الحضارية لجزيرة سقطرى. الجزيرة طبعا عرفت منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بكونها أحد المراكز الهامة لإنتاج السلع المقدسة، وهذا أكسبها شهرتها وأهميتها كمصدر لتلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العالم القديم، حيث ساد الاعتقاد بأن الأرض التي تنتج السلع المقدسة أنذاك أرض مباركة من الآلهة. ونظرا لهذا الدور الذي قامت به جزيرة سقطرى في إنتاج السلع المقدسة، في إنتاج النفائس ومختلف الطيوب واللؤلؤ، فقد كان لها حضور في كتب الرحالة، كان لها حضور أيضا في كتاب الجغرافيين القدامى. استمرت أخبارها تتواتر على مر العصور التاريخية المختلفة، وتعتبر من أهم الجزر في العالم، وهي مسجلة عالميا في اليونسكو لكثرة التنوع الحيوي والبيولوجي فيها. كما أيضا أن الجزيرة لا تقتصر على التنوع البيولوجي، هنالك أيضا تنوع بيئي في سقطرى، وبالذات أن الجزيرة كانت تلقب بالعديد من الألقاب، من بينها الجزيرة العذراء، فهي تضم حوالي 680 نوعا من النباتات النادرة والمشهورة أو العطرية والدوائية، وتعد أكبر مستوطن لحوالي 270 نوعا من النباتات التي تنفرد بها عن مناطق العالم، كما تحوي على أشجار وعلى نباتات قديمة جدا ومعمرة تبلغ أعمارها بعضها أكثر من 20 مليون سنة بحسب الباحثين وبحسب الأثريين. وهي إشارة مهمة جدا أن الأرخبيل يعد موطنا مهما جدا للطبيعة السحرية، ويتلقب أيضا بكنز الطيور وتلقب بكنز النباتات. فسقطرى موطن للعديد من أنواع الطيور المستوطنة، موطن للعديد من أنواع الطيور المهاجرة، موطن أيضا للعديد من أنواع الطيور النادرة، وأيضا تشتهر بموطن أشجار اللبان، وتوجد بها 9 أنواع في الجزيرة، 37% من 528 نوعا من النباتات عالميا، وحوالي 9% من الزواحف، وحوالي 59% من الحلزونيات النادرة وغيرها الموجودة في باقي جزر العالم. وفيها أيضا أنواع مهمة جدا من أنواع العصافير التي تقدر بحسب العلماء بحوالي 44 نوعا من مستوطنات العصافير، و58 نوعا مهاجرا، ومن بين هذه الأنواع ما هو مهدد بالانقراض. وفيها حوالي 352 نوعا من المرجان، وفيها أيضا 730 نوعا من الأسماك الساحلية، وقرابة 300 نوع من الروبيان، من الكركند، من السراطين البحرية، وفيها أيضا الدلافين التي تؤدي استعراضات بديعة على سواحل الأرخبيل، وأنواع متعددة من أسماك الزينة، وفيها أيضا 60 نوعا من الإسفنجيات، إضافة إلى أنواع أخرى من الصدفيات الأحياء البحرية المائية. إذن هي كنز يمني موجود. وفقا للعلماء، فإن أرخبيل سقطرى يتميز بوجود حشرات لا توجد في مكان آخر في العالم، منها الفراشات، وبالذات ما يعرف بفراشات النهار التي يوجد منها أنواع نادرة جدا تقدر بحوالي 15 نوع مستوطنا، إضافة إلى 60 نوعا من فراشات الليل، ويوجد أيضا 100 نوع من الحشرات الطائرة، و80 نوع منها لا توجد إلا في سقطرى بحسب باحثين وعلماء. وتؤدي الجزيرة دورا مهما كونها مركزا حضاريا، مركزا سياسيا، مركز تجاري في العالم. فمن حيث الجغرافيا هي تتوسط الممر البحري الدولي الذي يربط بين دول المحيط الهندي وبقاع العالم الأخرى في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا. فمن سقطرى انطلق البخور والأعشاب الطيبة، وتعتبر أيضا من أهم مناطق الصيد في اليمن. فكما تنوعت اليابسة لا يقل البحر أيضا تنوع، ومع التنوع الحيوي اللي يعتبر نقطة ثراء جزيرة سقطرى، كثير من المناطق شكلت اهتماما للجذب السياحي، وبالذات تلك الرحلات التي كانت تأتي للتعرف على أرجاء الجزيرة. كما تتميز جزيرة سقطرى بتضاريس متنوعة، الوديان، الجبال، الشلالات، السهول، الهضاب. ففي وسط الجزيرة توجد هضبة مليئة بالتضاريس، وتتكون من الصخور أيضا الجيرية، تتكون أيضا من الجبال المخروطية شديدة الارتفاع، وأشهرها جبال حجيرة. في شمالي وجنوبي سقطرى توجد السهول الساحلية التي تتناثر بها الكثبان الرملية والأحجار الرملية والحصى، وتعتبر السواحل من المناطق التي يتركز بها سكان سقطرى. ومن أهم السهول فيها سهل رأس مذهن، وسهل وادي درباعة، ووادي طوعا بالطاء، وحديبو، ووادي ديغر،
وهو وسهل نوجد وقعرة، وتعتبر السهول الشرقية من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، يعني أن بر سقطرى من المناطق الصالحة للزراعة. تلك المزايا التي يتمتع بها أرخبيل سقطرى جعلتها تنال ألقابا عديدا، فضلا عن كونها صنفت بأكثر من أكثر مناطق العالم غرابة وكأجمل جزيرة في العالم، فقد لقبت بعذراء اليمن، لقبت بالفاتنة، لقبت بجزيرة البخور، لقبت بجزيرة النعيم، لقبت بجزيرة البركة، لقبت بجزيرة اللؤلؤ، لقبت بجزيرة اللبان، ولقبت أيضا بجزيرة دم الأخوين. للتوسع في هذه الحلقة هنالك العديد من الكتب، وأهمها موسوعة الإكليل لأبو الحسن الهمداني، كتاب أيضا الجزر اليمنية لحمزة لقمان، كتاب الطواف للمؤرخ الكلاسيكي ثيو فرايتوش، وكتاب العالم القديم لمحمد عبد الله بافقي. نذهب إياكم لمشاهدة مناظر من جزيرة سقطرى كنز اليمن الموجود، مصحوبة بأغنية ما يهزك ريح يا هذا الجبل. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسلام.